يريد أيضا أن يتواصل أكثر فأكثر من خلال هذا الأسبوع الدولي. اليابان حاليا تصنيفها 53 وتزيد. يا سلام على هذا الهدف، ما أجمل هذا الهدف، بداية ولا أحلى ولا أروع. عن طريق من؟ عن طريق توشيهورو أوياما. ما هذا الهدف الرائع، توشيهورو أوياما لاعب نادي سان فرانسيسكو هيروشيما يسددها من مسافة بعيدة ومستحيلة على الحارس الأوزبكي أكبر قريب. 1-0 لليابان، 1-0. وأي بداية، توشيهورو أوياما. نعم صاحب الهدف ها هو اللاعب رقم 24 توشيهورو، رقم 28 عفوا، توشيهورو أوياما من العناصر التي ضمها المدرب فايدا لوجيتش أو عاد ضمها للمنتخب الياباني. 1-0. يا سلام ما هذا التركيز، أوه من الأهداف التي نحب أن نشاهدها دائما، وحتى أسعدت الرجل